ومن القاهرة العاصمة لمحافظات الجمهورية المختلفة اللي لا تخلو أيضا من الأخبار والموضوعات الهامة اللي بتحصل فيها، لأن امبارح في المحافظات تم الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة تحديدا في محافظة قنا خلال شهر مايو القادم، وكمان توفير 54 ألف فرصة عمل للشباب ضمن مبادرة مشروعك في الشرقية. اللي بيحصل في باقي محافظات الجمهورية ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة نهاية شهر مايو المقبل. في الشرقية ساهم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك في توفير أكثر من 54 ألف فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وبقيمة مالية بلغت 3 مليار و19 مليون جنيه. في دمياط انطلقت مبادرة دكان الفرحة، وتم خلالها توفير 15 ألف قطعة ملابس للعيد ل 1500 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية بالمحافظة، بجانب 9000 لعبة للأطفال. في البحيرة تم فحص 5314 شخص وتسليم 3957 شهادة زواج منذ إطلاق فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وده ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة اللي بتهدف لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية. في الدقهلية تم تسليم الدفعة 22 من لحوم إطعام الطعام بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة. في بورسعيد تم بدء تطوير شارع المناخلي من أعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت الأولى بالشارع، وده استكمالاً لأعمال تطوير منطقة شباب المدينة وشباب أكتوبر. في البحر الأحمر أعلنت مديرية التربية والتعليم حصول مدرسة محمد الطيب الرسمية لغات بمدينة الغردقة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية. كمان فازت الطالبة إيفلين وصفي بالمركز الرابع في مسابقة القصة القصيرة عمر الفاروق بمدرسة الميناء الرسمية لغات. في مطروح أعلن مكتب تشغيل القوى العاملة بمدينة الضبعة أنه تم تعيين 1396 شخص من العمالة الفنية المدربة بشركتين عاملتين بمشروع محطة الضبعة النووية، وده في إطار ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من فرص عمل للشباب.